أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد في جولة سريعة لأهم وأبرز العناوين والأخبار في الساحة الرياضية المحلية والعالمية. والبداية دائما بأخبارنا المحلية. ومن القلعة البيضاء، الزمالك يخسر أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في الدوري المصري الممتاز. وأيضا مع الفارس الأبيض، مصطفى محمد يسجل هدفا في شباك بشك شهير في ظهوره الأول بقميص جلاتا سراي. مصطفى محمد جول 3-0 oldu. İlk başta ilk gol. Hacı gibi, Drogba gibi, Gomis gibi. فاتح تريم مدرب جلاتا سراي يصف مصطفى محمد بالمهاجم الموهوب ويؤكد أنه سيكون مفيدا للغاية للفريق. وما زلنا مع أخبار الفارس الأبيض، وطبيب الزمالك يؤكد جاهزية محمد عبد الغني لخوض تدريبات الزمالك خلال الأيام المقبلة. ومن مشوار الشياطين الحمر في كأس العالم للأندية، مهدي بن عطية مدافع فريق الدحيل يصف الأهلي بالفريق الشرس قبل مواجهتهما بكأس العالم للأندية. ومن بطولة كأس العالم للأندية كان آخر خبر معانا في جولتنا الإخبارية الليلة من أوضة اللبس.